قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: عدمنا خيلانا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافيها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمارنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، فإما تعرضوا عنا اعتمارنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله: قد أرسلت عابدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوب نخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عابدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فإما تثقفن بنو لؤي إن جذيمة إنا قتلهم شفاء، أولئك معشار نصروا علينا ففي أظفارنا منهم دماء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. كان معكم من الإخراج والتنفيذ قناة أم لا تكدره الدلاء.